وللحديث عن الفساد وتداعياته على مستقبل العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتورة هداب الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. دكتورة هداب، مساء الخير. يعني العبادي في حديثه الأخير للصحافة الأمريكية يقر بأن الفساد هو الهاجس الأكبر للمستثمرين والمانحين الدوليين، ولكن في هذا الإطار دكتورة، ما الذي يمكن أن يفعله العبادي لكي يبدد هذه الهواجس؟ مساء الخير عليك. نعم صحيح هذا الكلام، حيث تم تصنيف العراق من أكثر الدول الشديدة الفساد حسب التقارير الدولية التي ظهرت في نهاية عام 2017، وكان اسم العراق هو من بين أسماء الدول التي شهدت أكثر فسادا، وأيضا أن الفساد الموجود فيه هو فساد مستعصي لا يمكن حله، وبالتالي فإن هذا الفساد يمكن أن نوصفه بعملية مؤسساتية لا يمكن لجهة أو فئة أو حزب ما يستطيع أن يعمل على مكافحة هذا الفساد، لأن هذا الفساد قد استشرى في جوانب عديدة، في الجانب الإداري حيث يوجد هناك كثير من الانحرافات الإدارية، وفي الجانب المحلي في المناصب الصغيرة، وفي الجانب المالي المخالف للقواعد والأحكام المالية، وبالتالي حتى في العملية السياسية ككل أيضا هنالك فساد سياسي، وبالتالي هذا الأنواع كل هذه الأنواع التي يمر بها العراق من 2003 إلى حد 2018 نعم، يعني في خلال الفكر الاقتصادي المتعارف عليه أن الفساد المالي يجب أن يحل عادة خلال أو ضمن 10 سنوات، وإذا تم عبور 10 سنوات الأولى ولم يتم حل مشكلة الفساد في أي دولة كانت، وطبعا هنا الكلام على العراق، سوف يعاني من مشكلة مستعصية كبيرة جدا، وسوف لن تحل هذه المشكلة بواسطة ما موجود على سدة الحكم، أي رئيس الوزراء لا يستطيع أن يقوم بحل هذه المشكلة، ولذلك سمعنا في الفترة السابقة كان هنالك كثير من الوفود الأجنبية اللي هي من قبل الأمم المتحدة لتعمل على رفع الملفات السابقة واللاحقة، وبالتالي حتى تتم حصر الفاسدين بهذا الخصوص. وهذا هنا نقطة مهمة جدا، أن هذا الفساد ايضا يعني يلقي بظلاله على مشكله اخرى، وهو الاستثمار وما ذهب اليه العراق في مؤتمر الكويت على الاساس الى انه سوف يحصل على قروض، لان احنا نقول هنا قروض وليست منح، وبالتالي هذه كلها الاسباب كانت ايضا في انه تراجعت كثير من المؤسسات الدوليه في تقديم القروض الى العراق، وخاصه كان هنالك حديث للبنك الدولي قبل يوم من هذا اليوم انه سوف لن تسمح للعراق بانه ياخذ القروض التي تم الحصول عليها في مؤتمر الكويت، لانها تعرف ان قدره العراق الماليه وبسبب الفساد الكبير سوف لن يستطيع العراق على تاديه هذه القروض. طيب دكتوره اذا لا يمكن للعبادي ان يتصدى للفساد بحسب قولكم، لكن هل يتوقع ان تتدفق اموال المانحين والمستثمرين الى العراق وهو يعاني من هذا الفساد المستشري حتى في مفاصل صغيره في الدوله قبل الكبيره؟ بالتأكيد يعني احنا يعني يجب ان نفكر في شيء، انه ما نفكر به وهو الاستثمار واننا ستأتي لنا اموال الى داخل العراق من اجل القيام بالعملية التنموية والى اخره، هذا الشيء مشكوك به يعني في ظل هذا الوضع الموجود. قانون الاستثمار الموجود في العراق رقم 13 اللي عام 2006 تم تعديله لـ3 مرات، ولكن المشكلة في هذا قانون الاستثمار لا يوجد له تطبيق، وبالنتيجة يعني احنا نتكلم الآن نريد الشركات نحاول أن نجذبها لكي تعمل على استثمار في داخل العراق، ما كان عندنا قبل فترة شركة شيل كان لديها مشروع بترو كيميائيات في البصرة، على الأساس يوجد هناك غاز وتستطيع أن تقوم بهذا المشروع، ولكن لعدم توفير الأرض بعد ذلك حاولت مرارا وتكرارا أن تقوم هذا المشروع، وهذا المشروع هو لفائدة العراق بدل ما نستورد
بالبتروكيماويات وبدل ما نستورد المشتقات النفطية إلى آخره. هذا المشروع كان من صالح العراق نتيجة لعدم وجود البيئة الاستثمارية وعدم توفر الأرض، تركت هذه الشركة هذا المشروع وبالتالي لن تفكر به مجددا. يعني احنا لدينا أيضا مشاكل تكمن في القاعدة الأساسية لموضوع أو فكر الاستثمار ليست متوفرة لدينا، لا يوجد هنالك قانون صحيح حتى يستطيع هؤلاء المستثمرون. طيب دكتورة يتبعوه. دكتورة في هذا الإطار، نبقى في هذا الإطار، يعني أنت باحثة اقتصادية ورأس المال كما تعرفون جبان حسب القاعدة الاقتصادية، يريد أمنا واستقرارا سياسيا في نفس الوقت، لكن هل البيئة السياسية والأمنية في العراق متوفرة لجذب المستثمرين على أقل تقدير؟ لا أكيد أكيد، لا البيئة الاستثمار، لا البيئة السياسية ولا البيئة الأمنية الحالية الموجودة في العراق تستطيع أن تجلب كل هذه الأمور أو تجلب الاستثمار إلى العراق. أصلاً أساساً حتى هو مؤتمر الكويت وبالتالي على الأساس أنه هذه الدول ستمنح القروض، لا أعلم لماذا ذهب العراق إليه وهو أساساً يعلم أنه يستطيع بدون الذهاب إلى الآخرين والاستجداء الأموال أنه يستطيع أن يوفر هذه الأموال من خلال الإيرادات النفطية الموجودة لديه، وهذا ما أشير إليه في الكثير من التقارير الدولية، حتى أنه في الميزانية العراقية في لعام 2018 بالرغم من أنه أشير 60 مليار دولار يمكن الحصول عليه من الإيرادات النفطية، في حقيقة الأمر تم حساب النفط على أساس 43 دولار للبرميل الواحد، ولكن في الحقيقة أن العراق وحسب تصريح وزير النفط في شهر 12/2017 أنه باع بسعر 59 دولار للبرميل، بمعنى أننا نستطيع أن نحصل 82 مليار دولار في إذا بعنا بهذا السعر، لأن يعني الآن هو أكثر 65 إلى 3 فرق السعر تقصدين دكتورة؟ نعم سعر، نعم فرق السعر البرميل النفط. نعم. فبالنتيجة إحنا حتى لو بعنا ب 59 أو كما أشار إليه صندوق نقد الدولي حتى نحل، ذكر صندوق نقد الدولي حتى يتخلص العراق من العجز يستطيع أن في حدود السعر 56 دولار للبرميل. نعم دكتور. هو يستطيع أن يقضي على العجز. إذا إحنا في ظل كل هذه المتغيرات كان الأجدى بنا أن نرجع إلى الإيرادات النفطية وأن لا نفكر في الاستثمارات أو أن نفكر في أخذ القروض من الآخرين. الدكتورة هدى بالكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، شكرا جزيلا لكم.